ما فيهم انت يعني، ولا انا لعبتش وراك، لكن بص قبل ما تتلعب، بص قبل ما تتلعب تلاقيهم جري، بص لسه ما اتلعبتش كلهم جري على بعض. وهات لي اي جون كده عظيمه من كره ثابته كده، هات لي اي لعبه كده في المباراه، اي جون في اي مباراه قبل ما هقول لك حاجه. ماتش انجلترا في كاس العالم جون، انا قلت غلطتي 100% على الخط، على الخط لقيتهم في قلب في صدري في السكس يارد. يعني هو شعور تلقائي عند المدافع ان هو يخش على بص حضرتك قبل ما يلعب. انا معاك يا ابو حميد، بس يعني لو جبتها خلاص هتلاقيهم واقفين على الخط، بس ده تدريب دفع كلهم كابتن يا ابو حميد ابدا. بص كابتن جوهري مش دربنا مسمرهم على الخط، بص مسمرناهم على الخط ومع ذلك بص بص, بص نجيب فين بص نجيب فين طبعا بص نجيب فين. فطبعا زي ما انت ما قلت لو ما فيش اخطاء ما فيش اهداف، لكن في 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 حاجه اساسيه في الدفاع دايما انا بقولها، طالما الكره متحركه انت مع المهاجم بتاعك. طب انا عايز اجري معاكم النهارده عشان طبعا ماتش بروسيا والريال النهارده، فهناخد الجون الثاني بسرعه عظيمه عشان نمشي بحسب ما احنا متعودين نحلل الاهداف الاول. الهدف الثاني اتفضل يا كابتن مصطفى. الجول الثاني طبعا من احلى الاجوال الاهلي جابها السنه دي. في كوره جماعيه، في حاجه بتعمل، واللي جاب الجول ده الجول، ده الجول، ده الجول، الباصه دي الجول، الباصه دي الجول، عبد الله السعيد وعبد الظاهر. نعم. الباصه دي ما بين الاثنين زي ما بنقول دايما لازم المهاجم هو اللي بره ضرب الناس وبعدين او شهاب عفوا شهاب الحقيقه شهاب. نعم. انا معجب جدا بشهاب، وبعدين العكسيه نفس المكان. نعم. الناس بص على الكوره، ما حدش بصص لمتعب. واحد بحجم متعب بحجم متعب ما يتسابش كده. نعم. وبعدين متعب الحاجات دي بتاعته، لا خلاص بقى متعب الحاجات دي بتاعته حتى لو لعب 90 دقيقه يسحب دي يسحب هي دي بتاعت متعب. نفسي عماد هو طلع بقى يضحك يعني، وانا نفسي خلاص بقى يعني كنا بنتكلم قبل ما نخش هو بيسجل والحمد لله. اتمنى ان الامور تمشي بقى خلاص، قصه فقدان الثقه بقى. لكن خلينا برضو حته يا كابتن احمد بص. نعم. اتنين فاضيين. نعم. وعبد الله نزل زي ما بنقول دايما. نعم. في التلت الدفاعي طالما الكره متحركه. هنا عندي اتنين راسين حربه موجودين اللي هم عبد الظاهر وعماد متعب. والراجل اللي تحت راسين الحربه اللي هو عبد الله السعيد ممرر، بقى في ضغط هجومي بشكل جيد، بقى عندك عبد الله السعيد وعندك شهاب واحمد عبد الظاهر وعماد متعب، اتنين جوه المنطقه واتنين بره المنطقه، اثنين على اربعة، ومع ذلك استطاع النادي الاهلي انه يسجل يا كابتن مصطفى. لان هو جاي من ظهر المدافع. نعم. مش متشاف، مش متراقب. الكرة معمولة الى حد ما زي ما الكتاب ما بيقول، عامل السويرف او الكرة العكسية بحنية ما فيهاش قوة. نعم. معدية من ظهر السرد باكين، ودي اللي احنا بنقولها دايما للمدافعين، لازم تحط من ظهر الفراودة اقصد او الاطراف، تحط من ظهر المدافعين بعيد عن الجون. الجول كمان هنا امير على الزاويه القريبه، واخد مش واخد تلت الجون، لكن صعبه طبعا. صعبة جدا، مستحيله كمان. صح. حتى عماد الكره صعبه على عماد كمان، خلي بالك. طبعا ده عماد بره الجول. ما انا بس انا عايز حضرتك انت والاستاذ سيف يعني نرجع تاني نشوف تحرك عماد جاي ازاي، ما دخلش في وسط الاثنين اللي قدام. لا خد من بره. بص حضرتك بص لا بص عماد بيعمل كل شيء رائع وايجابي في التحرك. احسن واحد بيتحرك. طبعا هو ده الفرق يعني. عماد بص كان فين وجري منين وفتح على بره ازاي وموه على الراجل ازاي يعني. لا الحقيقه ما قطعش على جوه بالظبط يعني. في مهاجم عشان كده بنقول يا كابتن. الناس اللي بتيجي تقول ايه، انا عن نفسي انا بحب عماد متعب جدا ككوره يعني. نعم طبعا. فالناس يقول لك إيه، انت بتجامل عماد متعب انت. لا ده الفرق. إيه؟ ده الفرق طبعا. اصل حتى في الماتش اللي هو بتاع الاهلي بتاع نزلت قلت ان ايه، عماد متعب اللي يبدا مش حد تاني. ده الفرق بين عماد متعب، مع احترامي لكل المهاجمين سواء في الاهلي او بره، ده الفرق بين عماد وبين اي مهاجم تاني. نعم. عماد عنده من الذكاء ان زي ما بقول لك لو نام 90 دقيقة ممكن يصحى في دقيقة واحدة يقول لك خلاص الماتش انتهى يا كابتن. وده الفرق. عماد عنده ذكاء ملعب. نعم. وعشان كده كان واحد من اهم اثنين مهاجمين في مصر. صحيح. عماد متعب وعمرو الزكي. وعنده تحرك عمرو الحياة، شفته امبارح عامل تاتو. لا خلاص بقى خلاص انا بقول لك كان عامل كل سنه التاتوهات بتاعته من اهم كل سنه وانت طيب. خلاص انتهت الموضوع. انتهت شويه تاتوهات جميله. انما يحسب لعماد ان هو عنده صوره كده قال لك اي لاف شرم الشيخ. والله العظيم يا كابتن خلاص يروح يلعب في شرم الشيخ. هيعملوا فرقه، هيبقى في فرقه. والله العظيم خساره. في فرقه بتاعت خساره. بقول لك اهم فرقه شرم، في فرقه شرم الشيخ يا كابتن. اهم اثنين راسين حربه من النوعيات اللي هي كلمه راس حربه اللي بيتكتب عليه كلمه 10 مش 9 ونص ولا 9. هو عماد متعب وكان عمرو زكي. نعم. واحد خلاص بقى راح في الوباء مع هنادي ربنا يجيبه بالسلامه. ويظل اللي عندنا عماد متعب. عشان كده بقول ايه، ندي فرصه لعماد او نستنى على عماد او مفيش داعي ان احنا نقطع في عماد اكتر من اللازم عشان الكره اللي زي كده. وعشان الجول حتى اللي جابه في الماتش
بتاع الاثنين بتاع افريقيا كل المشاركين تذكر تذكر جاب جونين ورا بعض لا هنا لا هنا الجون الثالث هنا جاب جون الجون الثالث شفت ان هو قطع ازاي وخطف نفسه ازاي وشويه ازاي وجاب الجون الثاني طيب عماد 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 فرود تحطه وتحط 10 وراه لكن انا زي ما قال الكابتن احمد عماد هو اللي فوق نفسه عماد يخرج من الكآبة اللي هو فيها ديت وعماد يتقابل ده ابو تريك قعد على الخط ابو تريك واعظم اعظم لعيب في تاريخ اعظم لعيب على كاس يا اسفل اعظم لعيب في تاريخ مصر هنتكلم على مصر ده ناس بروفيشنال قعد على الخط محمود الخطيب محمود الخطيب بحجم الخطيب كان بيقعد على الخط لكن ارجو ان عماد يخرج من الاطار اللي هو فيه ده عشان يرجع عماد متعب ويسعدنا خليني ارجع تاني للنقطه الثانيه التغييرات يعني كيف استفاد المدربين من التغييرات يا استاذ سيف لا انا بشوف هقول لك على حاجه لو انا لحد بقى يعني ايه بسموحه تغيير اضطراري هاني سعيد خلاص تمام فرق كتير مع فرق ايجابي طريقه اللعب نعم. لان هاني سعيد فرق في التكتيك اللي كان بادي مني عليه شوقي اللي بيبني عليه شوقي مع هاني سعيد هاني سعيد ما بيلعبش ليبرو وبيلعبش نص ملعب ده هو اللي احنا ساعات كنا عليه ليبرو متقدم مظبوط اللي هو قدام الاربعه وفي نفس الوقت صانع العاب يطلع ورا المهاجمين ويشوت من جايز كده جايز كده عشان